واحد بيقول ما أسباب تمسك الكنيسة القبطية باللغة القبطية واللهجة البحيرية دونا عن اللهجة الصعيدية، رغم تعبير أحد الدارسين إن اللهجتين متساويتان في تراثهم اللغوي، في ثرائهم اللغوي. اللغة القبطية في الحقيقة هي مرتبطة تماما بالألحان الكنسية، بحيث في ألحان كنسية لو قيلت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بأي ترجمة أخرى تفقد النغمة بتاعتها، وقليل من الناس اللي بيقدروا يظبطوا اللحن على الترجمة، لأن اللغة القبطية بطبيعتها فيها فاولز كتيرة، يعني حروف متحركة. أنا قلتها مرة أظن، قلت لما بنقول مجدا وكرامة وإكراما ومجدا باللغة العربية، مجدا وإكراما باللغة الإنجليزية glory and honor، باللغة القبطية أو نم أو تايو، كلها فاولز، فيبقى الموسيقى فيها تبقى ناجحة أكتر، لأن الواحد في الموسيقى لما يجد كلمات ما فيهاش حروف متحركة يحاول يمط في الكسرة كأنها ي وفي الضمة كأنها واو، لكن اللغة القبطية لغة موسيقية بطبيعتها. واللغة القبطية لغة أجدادنا، اللغة الأصلية لنا كمصريين. وأنا لما درست اللغة القبطية درستها في الكنيسة وفي الكلية الإكليريكية، ودرستها أيضا في معهد الدراسات المصرية بعد تخرجي من الجامعة، كانوا بيدرسونا قبطي ويوناني وألماني وهيروغليفي. فقبطي لأن الآثار كلها اللي باللغة الهيروغليفية، اللغة القبطية بتفسر اللغة الهيروغليفية. وأتذكر إن إحنا كنا أخذنا قصة البحار الغريق بالهيروغليفي والقبطي، اللي أولها جد إين شمس وإقر. وكنا في ترجمة الهيروغليفي بيتحط جنبه القبطي على طول، الكلمة دي يناسبها ايه في القبطي، وكل الذين تخرجوا في الآثار يعرفوا قبطي، حتى لو كانوا مسلمين لازم يدرسوا قبطي، كل مفتشي الآثار في مصر يعرفوا قبطي ويعرفوا الهيروغليفي لأن درسوه في معهد الآثار. بس احنا درسناه في الكنيسة ودرسناه في معهد الآثار. أما من جهة بحيري والصعيدي فلغاية دلوقتي ده في ناس في الصعيد يتكلموا كلام الواحد ما يعرفش يتابعه، ولهجة مختلفة، وساعات الجيم تبقى دال وساعات القاف تبقى جيم. فاكر برضو لما كنت طالب في معهد الآثار وكان معروف عني ان انا اعرف كويس في القبطي لان كنت متخرج من الإكليريكية ومن الجامعة في نفس الوقت، فجاني واحد زميلي كان مهندس وزميل في معهد الآثار كان بيخشوا له اي واحد متخرج من الجامعة، قال لي روح للكنيسة لقيت كلام ما فهمتوش. قلت له ايه الكلام اللي ما فهمتوش؟ قال لي بيقولوا دكدادجون. أتاري دكدادجون هي سوك تاتي جون، بس بالصعيد بيقول دكدادجون، فمش كله يعني.
حتى اسمي انا، اسم بالبحيري شينوتي، تي اخره، تي بالصعيدي بتبقى داء، فشنو داء نطق الصعيدي بالبحيري شينوتي. والأنبا شنودة القديس كان صعيدي برضه، فكانوا بيندهوله باسم شنودة لأن في الصعيد بتتنطق كده، زي مثلا أفنوتيوس بتبقى بالإبطي أفنوتي، بالصعيد ببنودة. شوف أفنوتي تبقى ببنودة. والقديس الأنبا أنطونيوس لما جاله جواب من الامبراطور قسطنطين انه عايز يشوفه، سأل تلميذه بولس البصير، قال له اروح ولا ما اروحش؟ اقول لكم زي ما جت في المخطوط، قال له ان رحت انت اندونا وان ما رحتش انت اندونا. اندونا دي جت منين؟ انطونيوس بتبقى انتوني، وانتوني تتنطق أندونا بالصعيد. طب مين يعرف ان أندونا دي تبقى أنطونيوس؟ هي اللهجة كده تختلف، ومش بس في اللغة القبطية، ده تلاقي في اللغة الإنجليزية، اللغة أيام شكسبير غير الإنجليزية حاليا، ولغة زاي وذاو، ذاو أرت بنقولها يو أرت، ده ذاو أرت، يعني برضو في اختلافات حدث كثير، لكن ما تزعلش دي ما تعرفش حاجه.